تصل عبر كل ربوع الوطن على المستوى الوطني بإعطاء السيد الرئيس إشارة انطلاق توزيع أزيد من ربع مليون وحدة سكنية عبر مختلف الصيغ موزعة عبر كل الوطن. نتوجه الآن مباشرة إلى البويرة. البويرة المستفيدة ب 6055 وحدة سكنية. يلتحق بنا من ولاية البويرة الزميل عبد الجبار بن يحيى. عبد الجبار، مرحبا بك، هل لك أن تصف لنا أيضا الأجواء بولاية البويرة في خضم هذه الانطلاقة الكبرى لتوزيع السكنات؟ نعم، مساء السعادة والفرح زميلتي فاطمة الزهراء على الجزائر، على الجزائريين. اليوم يوم سعيد، يوم خاص جدا، الذكرى 62 لاستقلال الجزائر. نحن هنا في ولاية البويرة، تحديدا في دار الثقافة وسط هذه المدينة المضيافة، وكأننا نستشرف بأننا نتخطى أو نخطو خطوات التي خطاها الشهداء من قبل. نحن على هذه العهد باقون، نوثق هذه اللحظات السعيدة للتاريخ، للحاضر، للمستقبل. ولاية البويرة على غرار ولايات الوطن تشهد هذا اليوم السعيد، الاحتفاء بالاستقلال وأيضا الاحتفاء بالإنجاز. أهم إنجاز هو توزيع وحدات سكنية على المستفيدين في هذه الولاية. الحصيلة كبيرة جدا جدا، حصيلة الإنجازات كبيرة جدا، الورشات مفتوحة في كل القطاعات. فيما يخص قطاع السكن، أزيد من 6000 وحدة سكنية تم توزيعها اليوم على المستفيدين منها في أجواء سعيدة جدا، أجواء بهجة وفرح وسعادة. عندما نتحدث عن ولاية البويرة نتحدث عن ولاية تحقق الكثير من الإنجازات، ليس في قطاع السكن فقط بل في عدة قطاعات. آخر هذه الإنجازات هو الاحتلال أو الصدارة في إنتاج الشعير على المستوى الوطني. وبما أن المناسبة هي توزيع السكنات، نسعد بحضور السيد والي ولاية البويرة السيد عبد الكريم العموري لنتحدث عن تفاصيل هذه العملية. سيدي، حدثنا عن تفاصيل هذه العملية. بالفعل نحن في ولاية البويرة المجاهدة المضيافة نتشرف اليوم في هذا الحفل البهيج، وفي هذا اليوم المبارك نتشرف بالإشراف على عملية توزيع 6055 وحدة سكنية بمختلف الصيغ في انتظار استلام طبعا البرامج الجارية والقادم أفضل إن شاء الله. زميلي، ليست فقط البويرة رائدة في الفلاحة وفي السكن فقط، وإنما حتى في الجاذبية للاستثمار. البويرة رائدة وتتقدم إن شاء الله بخطى واعدة والقادم أفضل. هنيئا للمستفيدين في انتظار استفادات أخرى ريثما نستلم البرامج الجديدة. وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه الخير، وهنيئا للأمة، أمتنا الجزائرية بعيد الاستقلال، عيد مجيد إن شاء الله، وعهد مع التجديد، عهد مع التجديد. وشكرا. شكرا شكرا جزيلا سيدي الوالي، ونتمنى لكم التوفيق في مهامكم النبيلة. إذن هذه أجواء الفرحة ننقلها لكم هنا من دار الثقافة وسط مدينة ولاية البويرة، ونسعد أيضا باستضافة بعض المستفيدين من سكنات مقررات السكنات بمختلف صيغها. الحاجة معنا هنا، السيد الحاجة مدوا لك سكنة، واش تقولي لنا في هذا اليوم؟ يا وليدي واش نقول لك؟ الله ينصر الجزائر. آمين. والله ينصر إن شاء الله الرئيس نتاعنا، والله ينصر إن شاء الله الوالي اللي فرج علينا وفتح علينا، كنا موتى وحيينا. الله يعبني ساسو، الله يعني قنطاسو، الله إن شاء الله يعلي كرسيه. إن شاء الله راه كلمته هي كل مسمار في اللوح. يكثر خيركم، يكثر خيركم، يكثر خيركم. وسيد الوالي نطلب منه يكثر خيره ألف خطرة إن شاء الله. وتحية الجزائر، تحية الزاير، تحية الزاير، تحية الزاير. أنا زغرت الحاجة. زغرت هي ما نقدرش. إن
هذه أجواء الفرحة، أجواء السعادة من ولاية البويرة من دار الثقافة. وهذه سيدة مباركة تدعو للجزائر وللجزائريين بالأمن والأمان بالسعادة والفرح، أجواء الفرح هنا. نعم معتبرة كثيرا. الجو جميل جدا اللي تنقله لنا من ولاية البويرة، وهذه الزغرودة المباركة أيضا المميزة. شكرا لك ولي السيد الوالي، وألف مبروك لسكان البويرة عبد الجبار. شكرا لك.